وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. هذه الصلاة التي تؤخر إلى آخر الوقت لغير عذر ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة المنافقين، لأن ربنا سبحانه وصف المنافقين في كتابه العزيز، فقال ربنا سبحانه في جملة ما ذكر من أوصافهم ذكر وصفا، فقال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لماذا؟ تحذيرا من أن تفعل أمته ذلك وأن يتشبهوا في أفخم العبادات التي يسألون عنها عند ربهم أول ما يسألون، أن يتشبهوا فيها بقوم منقوطين عند الله وهم منافقون.